رسميا برشلونة يجدد عقد سيرجي روبرتو. أعلن نادي برشلونة الأسباني رسميا اليوم الجمعة تجديد تعاقد لاعب وسط الفريق سيرجي روبرتو. أشار النادي الكتالوني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى تجديد عقد روبرتو لمدة موسم واحد فقط، بذلك سيبقى سيرجي 30 عاما في صفوف البارسا حتى صيف 23. ابتعد لاعب الوسط الأسباني كثيرا عن الحسابات طول الموسم الماضي بسبب كثرة الإصابات. خاض اللاعب الأسباني 12 مباراة بخميس برشلونة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا، ويغيب عن الملاعب منذ 20 نوفمبر الماضي.